كما شدد الرئيس السيسي على بذل الحكومة أقصى الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى تأجيل برنامج تسعير الكهرباء للمرة الثالثة نظرا للظروف الراهنة. احنا حريصين على ان احنا نخلي أسعار الوقود وأسعار الطاقة. انا هقول لكم على حاجة، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش، مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه، تبقى دي ثالث مرة، مش كده؟ ثالث مرة نأجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار أنا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة. أنا مش بقول كده إن الدولة يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نخلي فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن مناسبة. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لثالث مرة نأجله، المرة دي نتيجة الظروف اللي موجودة فيها دي، مع الوضع في الاعتبار إن تكلفة إنتاج الطاقة بتاعة الكهرباء زادت نتيجة برضو إيه؟ ما هو النهاردة الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في الإنتاج الكهرباء ثمنه أربع مرات أكتر أربع مرات